ومش هيكون الراجل صام في هذه الايام الشديده الطويله وبعد كده ياتي يوم القيامه ولا يرى له اجرا ولا يرى له حسنه بهذه العبادات. اول الامور التي تحبط الاعمال هي الشرك بالله. هذه كبيره لا تترك للعبد حسنه. العبد اذا اشرك بالله جل وعلا مهما فعل في الدنيا من اعمال صالحه، مهما قدم من اعمال طيبه، مهما فعل، لان الله جل وعلا لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه السيئه لا تترك للعبد حسنه، تحيط بحسناته جميعا. قال الله جل وعلا: بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الخطيئه التي تحيط بالعبد ولا تترك له حسنه هي خطيئه الشرك بالله جل وعلا. ولذا قال ربنا جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. واحنا يمكن لنا كلام عن هذه الجزئيه لما كنا بنتكلم عن شرط قبول العمل، وقلنا شرط قبول العمل عند الله جل وعلا ان يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، وان يكون موافقا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الامر الاول الذي تحبط به الاعمال ان يشرك العبد بربه او يرتد عن دينه، يكون مسلم ويرجع عن الاسلام. ومن يرتد منكم عن دينه فقد حبط عمله في الدنيا والاخره. ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين. يبقى ياتي العبد يفعل مهما يفعل في الدنيا، لكنه اذا لقي الله جل وعلا وهو مشرك بالله سبحانه وتعالى شركا اكبر لا يرى ثوابا ولا يرى اجرا لهذه الاعمال. من الامور التي تحبط العمل ابتغاء الرياء والسمعه، وان يعمل هذا العمل من اجل الدنيا لا من اجل الاخره. وذكرنا قبل ذلك حديث ابي هريره في اول ثلاثه تسعر بهم النار يوم القيامه، اللي هم شهيد وعالم ورجل انفق ماله في سبيل الله. لكن لما كان هؤلاء ثلاثه اصناف فعلوا هذه الاعمال الجليله الكبيره ولا يبتغون بها وجه الله جل وعلا، وانما ابتغوا بها المدح من الناس، الشهيد ضحى بنفسه ليقال انه جريء، والعالم تعلم العلم وعلمه للناس حتى يقال انه عالم ويقال قارئ، والرجل انفق ماله ليقال عنه جواد كريم، وقيل عنهم في الدنيا ما ارادوا فيقال لهم اخذتم حسناتكم في الدنيا واخذتم نصيبكم في الدنيا، فيسحبوا على وجوههم ويلقوا في النار. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أغنى الأغنياء عن الشرك. ربنا سبحانه وتعالى غني عن عبادة العباد، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العصاة. يقول ربنا جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يعني لو البشر كلهم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لو كل البشر زي محمد صلى الله عليه وسلم لا يزيد ذلك في ملك الله شيئا. ولو أن البشرية كلها كفرعون او كابي جهل ما نقص ذلك من ملك الله سبحانه وتعالى شيئا. حتى في ختام الحديث يقول ربنا جل وعلا: انما هي اعمالكم
أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا ريت الصوت في الخلف وانا بس عشان نكون مع بعض يعني مركزين. يبقى الامر الثاني الذي يكون سببا يحبط به عمل العبد هو انه يفعل هذا، ان يفعل هذا العمل رياء وسمعة وابتغاء الدنيا لابتغاء الآخرة. الأمر الثالث أن يفعل هذا العمل على غير ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو يفعل هذا العمل وهو مبتدع في فعله من عند نفسه. قال الله جل وعلا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ابن كثير يقول في قوله وسعى لها سعيها، أي اتبع في ذلك منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا أغلق كل باب يوصل إلى الجنة إلا الباب الذي يأتي فيه العباد من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم والتزام أمره واقتفاء أثره في العمل هي طريق النجاة، وهي سبب من أسباب قبول الأعمال. يعني إخواننا اللي بيتكلموا في الخلف احنا مش مركزين والله من كلامكم. إخواننا صدقوا معايا الله يكرمكم، حتى نركز في الكلام اللي احنا نقوله، نكون قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى الامر الثالث الذي بسببه تحبط الاعمال ولا يرى للعبد لهذا العمل اثرا يوم القيامه، ان يكون مبتدعا في فعل هذا العمل. والبدعه هي ان ياتي العبد بالعمل في الشرع من عند نفسه، ولا يكون موافقا في ذلك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو عليه رد، أي هو مردود عليه، لا يقبل عند الله جل وعلا. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في ما يسمى بخطبة الحاجة: وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السبب الرابع من أسباب ألا ينتفع العبد بعمله يوم القيامة وأن يحبط هذا العمل، أن يتألى العبد على الله جل وعلا، وأن يشارك العبد ربه في صفة من صفات الربوبية والألوهية، وهو أن يحكم العبد على غيره بأنه من أهل النار، أو أنه لن يغفر له، أو أن الله جل وعلا لن يدخله في رحمته. وهذا أمر خطير يقع فيه كثير من الناس. ترى واحد يقول لك: ده فلان ده لن يرد على جنة، ده فلان ده عمره ما هيدخل الجنة، ده فلان ده يهود، ده فلان ده كافر، ده فلان ده مسيحي، مع أنه هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أو يقول فلان هذا لن يغفر له أبدا، فلان هذا من أهل النار. هذه كلها أمور لا يصح ولا يجوز للمسلم أن يتكلم بها، لأنها أمور لا يحكم بها إلا الله جل وعلا. كان هناك رجلان من بني إسرائيل تآخيا في الله، كان أحدهما على طاعة والآخر على معصية. صاحب الطاعة هذا كان كلما رأى صاحبه على معصية ينصحه في الله، يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر، يقول له: أقصد، يعني ابتعد عن الذنب وابتعد عن المعصية ويكفيك ذنوب. وكل ما يشوفه على هذا الذنب يحذره ويأمره بالمعروف وينهى عن المنكر. في يوم من الأيام رآه على ذنب من الذنوب فقال له: أقصد. فقال: خلي بيني وبين ربي، يعني سيبني مني لله سبحانه وتعالى، ربنا جل وعلا هو الذي سيحاسبني.
خلي بيني وبين ربي. فقال والله لا يغفر الله لك. ده بتاع الطاعة يقول لبتاع المعصية والله لا يغفر الله لك. فجمعهم الله جل وعلا يوم القيامة. وقال ربنا جل وعلا للذي قال هذا الكلام: أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا؟ هو أنت تعلم الغيب؟ من أدراك أن هذا لن يغفر الله له؟ من أدراك أنه سيكون من أهل النار؟ أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا؟ أم عندك القدرة على أنك تنفذ هذا الكلام وتكون أنت المتحكم في دخول هذا العبد إلى الجنة أو في دخوله إلى النار؟ طبعا هذا أبدا لا يكون للعبد. أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا؟ لقد غفرت لهذا وأحبطت عمل هذا. ليه؟ لأنه تألى على الله جل وعلا بياخذ صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يكون إلا لله جل وعلا. من الأمور التي تكون سببا في ضياع العمل ويحبط بها العمل ولا يرى العبد له أثرا يوم القيامة انتهاك الحرمات في السر. العبد يخرج للناس صاحب سمت وصاحب دمعة وصاحب هيبة وصاحب وقار، لكنه إذا خلى بمحارم الله انتهكه. كل ما يكون لوحده أول شيء يفكر فيه، يفكر كيف يعصي الله جل وعلا، يرخي على نفسه السطور ويفكر كيف يرتكب المعصية أو كيف يرتكب الذنب، لأن هذا عظم الناس أكثر من تعظيمه لله، وخاف من الناس أكثر من خوفه لله جل وعلا. هذا يحبط عمله يوم القيامة. يأتي من الأمة أناس يوم القيامة لهم حسنات كجبال تهامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصلون صلاة المسلمين ويقومون من الليل ولهم من الأفعال كذا وكذا وكذا من الأعمال الصالحة، لكنهم يأتوا يوم القيامة وقد تحولت هذه الأعمال إلى هباء منثور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فإذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة أو أن ما تخفيه عنه يغيب. أنت لا تغيب عن عين الله جل وعلا أبدا. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. من الأسباب التي تحبط العمل أيضا، احنا عندنا كده كم سبب؟ خمس. السبب السادس الاعتداء على المسلمين بسب أو قذف أو أكل أموالهم بالباطل أو أخذ حقوقهم. هذا كله سبب من أسباب ضياع الحسنات يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ الصحابة تكلموا بالمفهوم العام، قالوا: من لا درهم له ولا دينار ولا متاع. قال: المفلس من أمتي يوم القيامة من يأتي بصلاة وصيام وحج وصدقة ويأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته يؤخذ من سيئاتهم ويوضع على سيئاته. هذا أضاع ثواب عمله يوم القيامة. يأتي معه صلاة ومعه صيام ومعه حج وأتعب نفسه في الدنيا، لكنه لا ينتفع بذلك لأن هذا الثواب ذهب لغيره تعويضا لهم عما انتهكه من حرماتهم ومن سبهم ومن قذفهم ومن أكل أموالهم بالباطل في الدنيا. فيا أيها الحبيب، أنت الآن على عبادة هي من أجل العبادات، بل من المفروض أن عمرك كله أنت تزرع لتحصد في الآخرة ما ينجيك من عذاب الله جل وعلا.
حافظ على هذه الحسنات، حافظ على هذه الطاعة، حافظ على هذه الأيام الطويلة التي تنقطع فيها عن الطعام والشراب والزوجة الحلال ابتغاء مرضات الله جل وعلا. وإياك وما يحبط العمل. عددنا من محبطات الأعمال الشرك، الشرك بالله جل وعلا، والفعل على غير منهج النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل رياء وابتغاء الدنيا، وعددنا منه ايه؟ حد فاكر؟ انتهاك المحارم في الخلوات اللي هي ذنوب السر. عددنا منها التألي على الله جل وعلا، ان تفتات وتقول لفلان انت من اهل النار، او فلان لن يغفر الله له. وعددنا منها سب المسلمين وشتمهم واكل اموالهم بغير حق. هذه كلها امور تكون سببا في ان ياتي العبد يوم القيامه ويرى عمله هباء منثورا. اسال الله جل وعلا ان يعلمنا بما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يزيدنا علما وعملا، انه هو العليم الحكيم. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا، واتم بالباقيات الصالحات اعمالنا، توفنا وانت راض عنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.